شو الحل مع الزوج المدخن ويحلف انه ما بيدخن وحليله ويرجع يا عمري انت خليه يدخن؟ يعني ما اعرف شو اقول لك، مسكين كيف رايه؟ يعني على الاقل مثلا مو بقدام عيالك مثلا معاك، خليه يعني خلاص رايلك فيها الشيء. مش كلنا نعلق حق شو؟ الريال خلاص هذا كيفه، يعني مزاجه. خلينا نقول انا ضد، انا ما اقول لك مع، ادري انه مو بزين حق الصحه والله ادري، بس هذا وضعك انت الحين، هذا وضعك. زين شو نسوي؟ يلا والله يدخن، شو نسوي؟ واللي يشرب اذا شو نسوي؟ نطلق؟ ايش تبيني اقول لك؟ ماشي يا بنت الحلال ماشي، ريال زين واموره طيبه، ما في حد كامل.